توجد العديد من المقولات الشائعة والتي يتداولها الناس باستمرار، ومن بين هذه المقولات القانون لا يحمي المغفلين، مقولة تتردد على ألسنة الكثير من الناس، ولكن ربما الكثيرون لا يعلمون ما هي أصل هذه المقولة. قصة هذه المقولة تحمل الكثير من الذكاء والمكر، إذ تدور حول رجل أمريكي كان يعاني هو وعائلته من الفقر الشديد، حتى أنها تثير الشفقة من شدة الفقر. وذات يوم خطرت على باله فكرة تنتشله من حالة الفقر التي يعاني منها وتغير حاله وتبدله إلى الأحسن، حيث قرر أن ينشر في الصحف الأمريكية إعلانا بعنوانه: إن أردت أن تكون ثريا فأرسل فقط دولارا واحدا على صندوق بريد رقم كذا كذا وسوف تكون ثريا. كعادة البشر صدقوا هذه الكذبة، فبدأ الملايين من الناس بإرسال دولار واحد على صندوق بريده سعيا في الحصول على الثراء الموعود، خصوصا أن دولارا واحدا غير مكلف بالنسبة للشخص العادي. ولكن مكر هذا الرجل في الحصول على الثراء من وراء دولار واحد فقط سهل العملية وجعلها تسير كما يريد، وبعد فترة حصل الرجل على مبتغاه فجنى الملايين من الدولارات من المرسلين فأصبح من الأثرياء. وبعدها نشر إعلانا آخر بعد حصوله على الملايين يحمل عنوان: هكذا تصبح ثريا، موضحا فيه الطريقة التي اتبعها في الحصول على الملايين. وبعد نشر الإعلان اعترض الناس على تصرفه هذا ورفعوا عليه قضية في المحاكم يتهموه بالنصب والاحتيال، ولكن جاء رد المحكمة عليهم بالمقولة الشهيرة التي تنصف ذكاء الرجل الذي نجح في أن يستغل الحاجة البشرية والأمل في وعد مستقبلي مجهول بعبارة: القانون لا يحمي المغفلين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.